اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا الدعاء كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشماتة الأعداء، سبحان الله، وشماتة الأعداء، يشمت بك الأعداء إن وقع بك مكروه مما ذكر في الجمل، مما تشير إليه الجمل السابقة، سوء القضاء، جهد البلاء، درك الشقاء. ما الذي يحصل لأعدائك؟ هم يفرحون بهذا، وإذا بهم يشمتون. الجملة أتت، هذه الجملة الأخيرة، من شماتة الأعداء، يعني يا رب استجب لي هذه الدعوات، فإن البلاء إذا حصل بي فإن الأعداء يشمتون بي. من شماتة الأعداء، هذه الجملة لما رواها سفيان ابن عيينة، رواها عنه ابن المديني، قال ثلاث من الحديث، ثلاث جمل من الحديث، والثالثة ما أدري ما هي، زدتها من عندي. يقول زدتها من عندي عند الإسماعيلي، هي جملة شماتة الأعداء. بعض العلماء جنح إلى أن هذه الجملة ليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول سفيان ابن عيينة، وإنما هي من قوله وليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض العلماء كالبغوي، بل رواية البخاري عن مسدد عن سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة من غير شك ولا تردد ولا قول زيادة، وهي جملة تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فقالوا هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت ولعل ما يقوي قولهم ما ذكره ابن أبي عاصم في السنة من رواية يعقوب ابن حميد عن سفيان، قال سفيان وأراه قال، هذا يشير إلى أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار أنه قال ومن شماتة الأعداء. وعلى افتراض أن هذه الجملة ليست من هذا الدعاء، فإنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر ادعوا الله بها. ذلكم الحديث هو ما ثبت في المسند وسنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن شماتة الأعداء.